تقع مدينة نزوى على مشارف الجبل الأخضر، وتعتبر نزوى المركز الإقليمي لمحافظة الداخلية، وهي أكبر مدن محافظة الداخلية العمانية. تبعد عن العاصمة العمانية مسقط حوالي 164 كيلومتر. يتميز مناخها بأنه حار في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء. نزوى اسم مشتق من إنزوى، وذلك لأنها تقع على مفترق طرق بين كل من مسقط وسلسلة جبال الحجر والأجزاء الشمالية من سلطنة عمان. وسميت أيضا بيضة الإسلام، فقد تخرج منها أجيال كثيرة من الفقهاء من أمثال صاحب المصنف وصاحب كتاب بيان الشرع، كما أنها خرجت الكثير من العلماء والمؤرخين. وقد اشتهرت مدينة نزوى بكونها عاصمة دينية وروحية وفقهية، بحيث كان لها دور كبير في الدعوة للإسلام والجهاد في سبيله. وقد كانت في السابق العاصمة السياسية لسلطنة عمان، وقد أطلق عليها السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله اسم مدينة العلم والتراث، وذلك لكونها مركزا للعلم والحضارة ومستودعا للتراث الإنساني، حيث تحتوي جامعتها على 6000 مخطوطة. وتعتبر مدينة نزوى من أقدم المدن العمانية، حيث يرجع تاريخها إلى 4000 سنة قبل الميلاد. وعلى مر العصور سكنها الفرس، وما زالت بعض البساتين فيها تسمى بأسماء فارسية إلى يومنا هذا. وفي العصور الإسلامية كانت مركزا مهما. خضعت المدينة تحت حكم آل الجلندي في عهد الخلافة الأموية. يوجد في مدينة نزوى الكثير من المعالم الأثرية والتاريخية، ومن أهمها وأبرزها قلعة نزوى أو الشهباء. تحمل قلعة نزوى بين جنوباتها الكثير من ملامح التاريخ والأصالة لسلطنة عمان، فهي تحكي من خلال هندسة بنائها وموقعها وتقسيماتها فصولا من حياة الماضي لدى العمانيين، إذ أنها كانت معقلا لحكم عمان وإدارة شؤون البلاد والتخطيط لصد أي عدوان قادم، كما أنها كانت مركزا تاريخيا لتخرج العلماء والفقهاء في مختلف العلوم الدينية والإسلامية، ونقطة التقاء للتفاعل السياسي والاجتماعي، فضلا عن كونها واحدة من أكبر وأشهر مئات القلاع والحصون العمانية المنتشرة في كل ربوع سلطنة عمان. بنيت قلعة نزوى التاريخية في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي طارد البرتغاليين من عمان في عام 1688، بهدف الدفاع عن المنطقة والتصدي للمعتدين. وقد استغرق بناء القلعة بشكلها الدائري والهندسي حوالي 12 عاما من الجهد الذاتي المتواصل للعمانيين، الذين برعوا في تكوين الكثير من القلاع والحصون والبيوت التاريخية الحصينة. قلعة نزوى عبارة عن قاعدة عظيمة مكونة من مادتي الحجر والصوان والصاروج العمانية التقليدية الممتاز، ويبلغ قطرها 50 مترا، ويبلغ محيطها 150 مترا، ويبلغ ارتفاعها 35 مترا. وقد قام الفنيون العمانيون بحفر حفر عظيمة بقعر القلعة وبعمق يساوي ارتفاع القلعة، والهدف من ذلك إقامة مساكن داخلها. وبعد سنوات من بقاء القلعة بمعزل من المفهوم السياحي الحديث، طورت الوزارة ملامحها مضيفة إلى مكوناتها متحفا استوحى تصميمه من تشكيلات المعمار القديم، حيث أن المعرض أشبه بسراديب يلتقي بعضها ببعض عبر ممرات ضيقة كاشفة عن عادات المكان وتقاليده وتاريخ القلعة وعملية بنائها. ولم تعد أصوات المدافع تستقبل الزائرين أو تخيف الغزاة، حيث صممت لتبقى ذكريات من الزمن الماضي إلى جانب الباب الخشبي العملاق، قبل أن يأخذ الزائر طريقه داخل ممر صغير يرتب حركة الداخلين بين صفوف من السيوف والخناجر والبنادق المعلقة، دلالة على تاريخ المكان.
ولم يغفل بناة القلعة باحتياجاتها خصوصا من المياه في زمن الحرب أو السلم، فحفرت داخلها 12 بئرا، كما يوجد فيها 240 سراجا للزينة و120 مركزا للحرس المناوبين و24 فتحة للمدافع الكبيرة. ويكتمل المعمار بحصنها الذي يتضمن سكن الإمام وآخر لطلبة العلم، وتسمى بغرف صحار ومقر للضيوف وغرفة المعصرة. لوجود معاصر قصب السكر قريبة من بيت الإمام، وغرفة أخرى للجنود والمستودعات وأغلبها للتمر باعتباره الأكثر قابلية للبقاء خلال فترات الحصار. أما سجن القلعة فينقسم إلى جزئين، واحد للجرائم الكبيرة حيث يصعب على المسجون الهروب لثقل القيود والأصفاد، أما الآخر من السجن فمخصص لصغار المجرمين. تتوسط القلعة المدينة مما يضفي عليها جمالا، وتمكن الزائر النظر من عليها ومشاهدة واحات النخيل الممتدة وصولا إلى الجبال المحيطة بها. وأيضا من المعالم التاريخية في مدينة نزوى حصن بيت الرديدة، وهو أحد الحصون القديمة في سلطنة عمان، والذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وقد قام ببنائه الإمام سلطان بن سيف اليعربي ثاني أئمة الدولة اليعربية. يقع حصن بيت الرديدة على بعد حوالي 24 كيلومتر من مدينة نزوى في بداية وادي المعيدن، ويجمع الحصن بين عناصر فن البناء المعماري الدفاعي والمحلي التقليدي. وتخفي أجزاء جدرانه السميكة ذات الأبراج المشيدة من آجر الطين في داخلها معمارا أنيقا يكشف عن أقواس متعددة النصوص وسقوف مطلية ونقوش من الجوص متقنة ورائعة. سمي بيت الرديدة لقربه من سد قديم لرد مياه الأودية عن بركة الموز، وقد تم تحويل حصن بيت الرديدة إلى متحف للأسلحة التقليدية، وهو يحكي التدرج التاريخي للأسلحة التقليدية في سلطنة عمان.